إذا أقيمت الصلاة وأنا أصلي النافلة هل أقطع صلاتي أو علي أن أسلم من النافلة ثم أخرج بالسلام؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فلا يجوز للإنسان أنه يدخل في نافلة بعد الإقامة، لكن لو أقيمت الصلاة وهو في النافلة فإن كان في أولها يقطعها، وأما إن كان في آخرها ولا بقي إلا يسير فيكملها، لأن هذا ما يفوت عليه زمن طويل، يكملها إذا ما بقي إلا يسير يكملها، أما إن كان في أول النافلة إنه يقطعها. نعم.